محكم الماتش زي الفل، مش عارف اقول له ايه بجد. وحابب اوجه رساله لشيكابالا، انت شيكابالا اشول، حطها على عدلتك يا شيكابالا. هارد لك نادي الزمالك، لعبنا وكنا رجاله، وان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن ان شاء الله باذن الله. لا بالعكس، احنا واخدين 2 سوبر، هم اللي فكوا النحس الحمد لله. والله انا بس عايز اسال الاهلاويه، سوبر المصري طعمه حلو ولا سوبر الافريقي؟ معلش هم خدوا حاجه صغيره كده يفرحوا بيها شويه، واحنا خدنا سوبر الافريقي، خليهم يفرحوا يومين شويه ولسه الدوري جاي. لسه الدوري جاي. الفريق الوحيد اللي في المتناول في البطوله هو اللي كسب البطوله. اسهل فرقه في البطوله، اسهل فرقه هي اللي كسبت البطوله. هارد لك للزمالك. الاهلي ده لوع الدوله، فكان لازم ياخد اللي هو خسر والزمالك، انما ده فريق فاشل. فريق الاهلي ده اقسم بالله فريق فاشل. يا راجل بالدلع اللي الدوله بتدلع حاله، المفروض يبقى بطل العالم. بالدلع احنا بنلعب والدنيا معانا صعبه، انت بتتكلم لك وبنلعب تحت ظروف، احنا كويس اللي احنا عندنا والحمد لله. ده اخر كوره بتاعت شيكا، لو كانت دخلت ده كله وسدين لغايه دلوقتي. انا اقول لك كلمه واحده، انا اقول كلمه واحده، هارد لك عواد وجوميز بس. والزمالك اكبر، عواد وجوميز والجماهير دي كلها، غير كده مفيش حد. هارد لك للزمالك اكبر. بس الحظ ما كانش معانا. شيكابالا صراحه انا عايز اقول له كلمه، يا شيكابالا في تفاصيل صغيره نكسب بيها الماتش. حضرتك سايب الماتش ورايح بتهدي حد من الجمهور تشيرت. اي نعم، معلش خلي الكلام دوت بعد الماتش، التفاصيل دي هي اللي بتخلينا نخسر. كنت تستنى بعد ما نكسب تقدر تهدي اللي انت عايز تهديه. والله احنا عملنا ماتش كبير ومعانا مدرب كبير، بس الحظ ما كانش معانا يعني، وان شاء الله الجايات اكتر يعني. احنا معانا مدرب كبير، معانا لعيبه كبيره، بس المدرب كبير في السن واللعيبه كبيره في السن. وارض لك للنادي الزمالك والنادي الاهلي النادي محترم، وارض لك للجميع. شكرا. دي بطوله مش نهايه المطاف، وان شاء الله باذن الله الزمالك مكمل ومعانا مدرب كويس جدا جدا، واهم حاجه اللعيبه ترجع لوضعها ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله الجاي افضل باذن الله. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. دي مش اول الطريق، لسه في دوري، لسه في كاس، لسه في جاي كتير. احنا رجاله، لعيبتنا رجاله، مدربنا رجاله، اللي حصل للعيبه بتاعتنا قدر الله ما شاء فعل، والجاي احسن ان شاء الله. كلمه اوعى تزعل نفسك يعني، هو الله الوكيل ده راجل المباراه، عمر جابر راجل المباراه، لكن شيكابالا يعني في رمسه خفيفه كده كسبنا البطوله، البطوله في ايدنا يعني. راح يدالهم عمر جابر، مش عمر جابر، انت عندكم زيزو. لا عمر جابر زيزو هو راجل المباراه. لا زي عمر جابر، والله والله عمر جابر. هارد لك يا عمر يا جابر، وما تزعلش نفسك البطوله دي. شيكابالا كان اسطوره. لا شيكا كان اسطوره، هو عارف ان هو ممكن. لا هو الكوره على فكره، الكوره في الاول مش اوفسايد، وباينه خالص في القنوات كلها انها مش اوفسايد. وشكرا. ايوه تحكيم للاهلي، تحكيم الف مليون مبروك للاهلي. الزمالك فريق كبير وبنحب الروح الرياضيه، واحنا نكسب وهم يكسبوا، الهم حاجه اسم مصر وانا وبس. الاهلي نادي القرن وفوق الجميع. نادي القرن هي التسعة اكبر من السبعة، السبعة اكبر من التسعة، السبعة اكبر من التسعة، السبعة اكبر من التسعة، هي السبعة اكبر من التسعة. اي قانون، هي كلمة واحدة ومفيش غيرها، رقم واحد مفيش غيره ولا واحد. شيخ نهات ولا اي حاجه، هارد لك نادي الزمالك لعب كويس جدا، الف مبروك للنادي الاهلي. مفيش فين حنات، مفيش. الزمالك احسن فريق في افريقيا. الف مبروك للاهلي. الاهلي ده مشرف الوطن العربي كله في كل حته، دي حاجه، ده امر مفروغ منه، واحنا يعني سعداء جدا النهارده من التنظيم، ونشكر دوله الامارات يعني على حسن التنظيم، وشكرا بجد وفوق دماغنا يعني بصراحه يعني. المباراه القادمه امام العين كاس القارات. والله انا عايز اقول لك ان احنا كمصريين بنحب الاماراتيين جدا، بس يا ويل العين الاهلي، يا ويل العين الاهلي. لا 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 لا، خليك فاكر كلامي، 3-0 في الجحيم في استاد القاهره. العين يحب الصعب. لا لا لا، والاهلي هو بتاع الصعب، الاهلي ده بتاع الصعب، وزي ما انت شفت النهارده، زي ما انت شفت يعني. بس انت سيبك من كل حاجه، احنا بنشكر دوله الامارات على التنظيم ده كله. والله سوبر يا اهلي، وده السوبر رقم 15، وان شاء الله نوصل لل100 سوبر ان شاء الله.
برضو عندك السوبر الافريقي. ما السوبر الافريقي ضربات جزاء وده برضو ضربات جزاء. الاهلي كان احسن المره دي، المره فاتت ما كانش موفقين ودلوقتي موفقين. نعم السوبر الافريقي اقوى. لا هو كل سوبر، هو الديربي بين الاهلي والزمالك احسن ديربي، احسن ديربي في افريقيا كلها والوطن العربي. المباراه الجايه امام العين هنكسب ان شاء الله 2-0، مع ان انتوا خسرتوا 4-5-4 من الهلال على هنا في العين. انا بحب العين، بحب نادي العين، وسفيان رحيمي لعيب ممتاز وجاب هاتريك بحبه جدا، بس ان شاء الله الاهلي بلعبته هيكسب العين في القاهره. العين هيكسب الاهلي في القاهره. ما انتوا خسرتوا هنا في العين 5-4 من الهلال، هنكسب ان شاء الله. العين ضيفنا في القاهره لازم ياخد الواجب بتاعه، اكرام الضيف واجب مظبوط، فالعين هيبقى ضيف علينا فاحنا لازم نكرمه حبايبنا وعلى راسنا بس ان شاء الله 3-0 3-1. شكرا دولة الامارات على التنظيم 10/10 والامن 10/10 وكل حاجة 10/10، وشكرا للشناوي عريس الماتش. زملكاوي متخبي؟ لا انا مش زملكاوي، انا اهلاوي ووالدي اهلاوي وشوقي اهلاوي وكل اللي هنا اهلاوي. مبروك لنادي الاهلي ومبروك لجماهيره، لجماهيره العظيمة مبروك. يقول لي العين خاف من الاهلي، قول العين خاف من الاهلي قبل ما تيجي هتتعمل. لا العين هيخاف من الاهلي خط احمر. لا الاهلي خط احمر، لا الاهلي خط احمر. كانوا بيقولوا كده برضه الاهلي، الهلال قال هنفرم الاهلي، الاتحاد قال هنفرم الاهلي، وانت شفت اللي حصل فيه. ان شاء الله تنزل العين، العين هيقول 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 هم اعلن بهم في بلدنا يوم 29 بس هنفرمهم بره. احنا فخورين بالاهلي جدا والاهلي توب، الاهلي بيته والله ما فيش احلى من الاهلي. توب مصر لكن امام العين لا، لا معلش توب كل مكان. هنشوف هبقى نشوف، بس انا بقول لك الاهلي، نادي الاهلي اجمد نادي في العالم كله. 2-0 للاهلي ضد العين قصدي، لا للاهلي. انت بتراهن؟ خلاص خلاص، واحنا عندنا ثقه في الاهلي، احنا عندنا ثقه في الاهلي. بس الكره ما فيهاش اخوات. البطاقه تجرب الاهلي بلاش عشان ما هتزعلوا، والله والله هتزعلوا جوه بلاش. ويحكم وشوف الماتشات اللي قبلك ده، شوف او شوف الماتشات اللي قبلك دي، بلاش تجرب الاهلي عشان هتتعب والله، والله هتتعبوا هتتعبوا وهتزعلوا. وانتوا حبايبنا مش عايزينكم تزعلوا. انا بجرب الاهلي. انتوا حبايبنا مش عايزينكم تزعلوا والله، فبلاش تجربوا الاهلي. الاهلي ما بتكسرش عينه، نخسر بطوله بنقوم بعدها وناخد بطوله واثنين وثلاثه وعشره. ثالث حاجه احنا مالناش عقده، خسرنا على نفس الملعب ده مرتين من الزمالك بركلات الجزاء، النهارده الثالثه ثابته وبنفوز احنا بيها. وبنقول لشيكابالا مش احنا اللي تاخد علينا اللقطه، احنا بنعمل لقطه على اي حد. جمهور الاهلي ونادي الاهلي رقم واحد في اي مكان. مبروك لينا السوبر وعقبال ماتش العين ان شاء الله يوم الثلاث. ماتش العين مش في استاد القاهره، انسى انسى في استاد القاهرة، انسى. نشوفكم يوم الثلاث على خير ان شاء الله. هيفوز العين الاهلي باذن الله، الاهلي باذن الله، الاهلي باذن الله. يوم الثلاث نتقابل، قابلك فين؟ اشوفك فين؟ في استاد القاهرة انسى، في استاد القاهرة انسى. عيال زايد يحبون الصعب على راسنا من فوق، زايد وعيال زايد ودولة الامارات كلها، بس في الكورة الاهلي ما بيهزرش. نشوفكم يوم الثلاث على خير، مبروك السوبر الاهلي. اهلي الحمد لله، الحمد لله على المكسب. اللعيبه تعبت النهارده ومحدش قصر، كان لازم ان احنا ما ينفعش نخسر البطوله دي النهارده. خسرنا البطوله اللي فاتت، قصرنا في الملعب وكان ادائنا وحش. الحمد لله النهارده ربنا كرمنا بالاداء وبالمكسب. المباراه القادمه امام العين كاس القارات، جاهزيتكم لهذه المباراه والمواجهه الاولى امام العين الاماراتي؟ لا ان شاء الله، يعني دلوقتي هنحتفل ومن بكره ان شاء الله نبدا نحضر الماتش. العين، العين فرقه كبيره وبطل اسيا، ان شاء الله تبقى مباراه كبيره تليق بالفريقين. شو رايك في العين وتواجده في استاد القاهره؟
لا يعني ان شاء الله يعني هم يبقوا في بلدهم الثانيه مصر، وان شاء الله يعني يبقوا مبسوطين، وان شاء الله الاجواء تبقى كويسه ويلعبوا ماتش كويس باذن الله. طبعا الحمد لله على المكسب النهارده. انا بشكر ربنا على الفضل الكبير اللي اداه لنا، ده توفيق كبير من عند ربنا. احنا تعبنا في الماتش وربنا ما ضيعش تعبنا ده. طبعا كلكم شفتوا البولينات راحت وجت الوطن العربي كله حبيبي اخويا، راحت وجت، فده توفيق من عند ربنا، ودايما ربنا دايما بيدي للمجتهد توفيق، ما بيروحش للي بيتعب اكتر. احنا تعبنا وربنا كلل مجهودنا الحمد لله بالبطوله. المهمه ما انتهت، امامكم مواجهه صعبه امام العين الاماراتي يوم الثلاثاء في بطوله القارات. طبعا احنا النهارده هنفرح كل حاجه، بعد كده هنقفل الصفحه ونبدا نذاكر ماتش العين. طبعا فريق قوي، فريق معروف في اسيا، هنقدر نذاكره النهارده ان شاء الله كده بعد ما نفرح وربنا يكرمنا باذن الله. هو زحيناوي لا هناوي ان شاء الله.